عطية مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله، انا مش بوزتك ولا البوزة ما عجبكيش؟ ما عجبكيش نعيد؟ اي حاجة منك بتبقى حلو، بس فكر. الله، فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. ايه وليا دي يا اخويا؟ شايفني واقفة لك لابسة لك عباية سودة؟ ولا واقفة لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفة في طابور العيش مش بني آدمة برضه، بس انت بقى أحلى من 30 واحدة من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وأنت مش واخد الحباية يا عطية، هو ده اللي أنت ناسيه. لا أنا مش ناسيه، أنا نفسي أبطل. أنا ساعديني يا حبيبتي. هو أنت مش قلت لي إن ما فيهوش إدمان ولا حاجة؟ يا خراب، ده أبو الإدمان يا أخويا. يعني هيجي أوحش من الحشيش ولا الأفين اللي الناس عمالة تشرب؟ بتنسيني إن أنا متجوزة واحد قد أبويا وأنت واخد. آخ، دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده، هات الشريط كله وأنا بلبعهولك. خد يا حبيبي، مفيش منه من النسوان يا عطية. بو 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 بو. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. اه عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحرامية. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوة قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شوية شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوباية شاي. تعال. فين؟ ادي يا سردينة. ايوه اعمل شويه شاي لابويا. حاضر. لما خلص بروح على البيت. عيني انا قابلت تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟ هو فين بنت الكلب ده؟ خلاص يابا. خلاص يا عم خميس اعصابك. هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه بقى يا العبيط. كده بقى يا بنت. خلاص بقى يا بيدا بقى، اتكل على الله ولمها. ده راجل كفيف. ماشي يا عم انت راجل خفيف، بس انا ما غلطتش. الشريفه يعني شريفه غصب عنك وعنك. هو فين بنت الكلب؟ يا عم هخلط عشان ابوك. بنتي برقبت عينك كلهم. اوعى اروح احضن بنتي. واللي هسمعه اقولها انا هديك لها تعويره هيكون اخر يوم في عمره. خلاص يابا وغار. يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. تقعي جايبالي الكلام يا بنت الكلب يا واطية. ما خلاص بقى يا والله. في ايه يا خميس؟ في الرايحة والجاية العيال عمالة تقول لها يا تعويرة يا تعويرة. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غازة راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى يما، هي البين الله. شايفة عمايلك يا واطية؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك. استني عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه، بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى، كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس. تكنيله ساتر. اتفضل. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسننها. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ دي اختي. ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا اسطى سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟
قرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله، اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد، تعبناك والله. تعبك راح يا ابله، ولا ركب البطاريه اللي قبله يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه، والله بتفكرين بالمرحوم امي، ربنا يديكي طول العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه، عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه، ان كان لابد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، انا هعمل الشاي. ال العربيه تعبانه قوي يا ابله ليلى، ان وانت بس انك تغيريها وانا اجيب لك عربيه صاحيه وهتدفعي واحده واحده. لما افكر هبقى اقول لك. انت بنت حلال يا ابله ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. انما انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا ابله ليلى؟ نصيب يا استاذ سعيد، كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب، لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دي ياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه، ما تخصميش عليها الا الجواز، لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين قبل ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي، لا ده انت زي الفل، ده انت في عزك في عزك. اه والله العظيم يا قبل ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه، غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب اقوم انا بقى دوشتكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى، احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصها ايه دي بس يا رب؟ ناقصها ايه؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك يا ابو ليلى. وليه ام صباح دي كل يوم ترجع الحته شايله الكيس ده في السعاده؟ يا ترى الكيس ده فيه ايه يا بيتا؟ في فين؟ يا عم ركز يا عم في الدماغ، الفنة صغنطين خير. يس. لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه؟ نطلع سلمه؟ سلمتين ثلاثه، احسن لنا ايه يعني؟ اوديخي فين؟ يا صحة. أنا يا بت خدتيني يما، بتعملي إيه تحت السرير؟ بابا بالكركبة جيلي تحت السرير. كركبة؟ آه. طب نامي يما، الصباح رباح. آه ما أنا هنام. يووو نسيت أفوت على خالتك سعدية أديها العلاج حبيبتي يا أختي. لا يما ما تقلقيش، أنا فوت على خالتي اديتها البرشامة. بجد جدعة بنتي، فيك الخير. أعمل إيه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزة غير في الزبالة اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. سيري يما، لو انت مفكره ان انا مش اخده البالي ان انت كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفسيها لي هنا تحت السرير بس، ورحمه ابويا يما ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض كل يوم والتاني ظبطك بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه يما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقة يستحمل مصروفنا. ادي الزبالة اللي بلم بلاتك. خلاص يما بقى. ادي الزبالة اهي. خلاص يما والنبي. اهي. خلاص يما طيب. وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مرة معايا على السلم ولا في الحارة، ورحمة أمي لقطع خبرك أنت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، بس ما
يعناش يعني عن حد رمي القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتضنتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلمين القطن من الزبالة؟ فين يا أم؟ نايمة معايا جوه، ليه يا ابني؟ نايمة إيه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه أهي، تعالى شوف، إحنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك إيه؟ في أكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين كبدة بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحملي. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي، في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني اقوم لك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدأت تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيرة والناس لسانها طويل. قطع لسان اللي يجيب سيرتك كلمة. هو محدش هيقول في وشك حاجة، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، ما نلمش احنا. اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي؟ يا ست انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيبه ورثك؟ ببيع كل حاجه قبل ما يموت. واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه، اعمل اللي انت عايزه. واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولم حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجة تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى مية. وصلى اللهم عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم و
وما لاحت على الأيكل حمائمه. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنا مدرسة محمد، ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد النبي. واذكر الله يو عبد الله. قوم يا عبد الله، ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوج. يا صبوحه، صباح الخير. صباح النور، ايه اللي منيمك كده؟ بوت صوتك يا بنت امي تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ ما انام فين يعني؟ اروح انام في فندق او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات، انا ميت من الجوع. يا واد ده اكل بايت. بايت بايت، بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة. ولا سودة ولا بيضة. خدت شوية لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض، اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونة. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ معقولة بقى ان انت شلت الكرتونة وحطيت اكل الفراخ؟ كان زمانك دلوقتي بزنين في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ، وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد فقعني مهموس، جم قبضوا عليا. يا لهوي، امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح، بحط اكل الفراخ، عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي، عايزاك. حاضر، جايه اهو. ما تقولهاش ان انا نايم بره. ماشي، عشتيني يا بنت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده؟ ما تلم نفسك. قطه صغيره بس يا بنت. اوعى حلاوتي.